الدورة هذه العارضين ما بين معارضين مباشرين وغير مباشرين نوصل من 130-140 عارض، عارضين من عندنا تونس بطبيعة، وعندنا عدد كبير من العارضين أجانب من أوروبا، من دول عربية كما الجزائر كما ليبيا كما سوريا، وعندنا عارضين يعني من أمريكا اللاتينية من البرازيل، عندنا زوار كما فما زوار تونس فما زوار أجانب، وعندنا زوار حتى من أفريقيا يعني أفريقيا جنوب الصحراء. الدورة هذه باش يكون فيها ليزيك بون تاع لي باتيمون ديلفاج برودوي فيتيرينير، باش يكون فيها لي برودوي دونتروتيان، يعني كل ما هو جديد في السيكتور دو ليلفاج دو لا برودكسيون انيمال. الهدف الاولاني والحاجه ان باش نعطيو الفرصه للمربين الماشيه في تونس والفلاحه باش يشوفوا واش فما جديد في القطاع هذا، وفرصه للعارضين التوانسه باش يشوفوا النظراء نتاعهم في دول اخرى، وما غادي كتجيك علاقات الشراكه وعلاقات التعاون مع شركات كبيره.